إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من أخشى منو، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وكذلك الألو الأحباب، إخوان، الفيديو ديال اليوم إن شاء الله بغينا نتكلموا فيه على واحد الموضوع مهم اللي تهم جميع المغاربة بصفة عامة، هو موضوع جواز السفر المغربي، باسبور المغربي. أشنا هو الترتيب ديالو عالميا، الترتيب ديالو عربيا، أشنا هما الوجهات، أشنا هما الدول اللي تيمكن لك تمشي لهم بهذا الباسبور المغربي بدون الحصول على فيزا مسبقة او بالحصول على فيزا وقت وصولك في عين المكان. كيف توصل ديك الوجهه ديالك لديك الدوله في المطار تيطبعوا لك الفيزا مباشره بطريقه سهله. لكن قبل ما نبداو الاخوان المناقشه ديال هذه النقاط والتطرق لها، تنجددوا الدعوه لكم بالدعم ديال القناه عن طريق الضغط على زر ديال الاشتراك، الضغط على زر ديال الاعجاب، وكذلك الضغط على الجرس باش تسمعوا ذاك الرنين ديالو. اخوان، كيف شفتوا من المقدمه، اليوم الهدف ديالنا هو نتكلموا على جواز السفر المغربي، وغادي نقول لكم في اخر الفيديو اشنا هو السر علاش حبيت نناقش هذا الموضوع. جواز السفر المغربي حسب شركه واحد الاحصاء اللي خرجت به شركه نوماد كابيتال الدوليه لسنه 2021، الترتيب ديال سنه 2021، صنفت الجواز السفر المغربي في المرتبه 129 دوليا عالميا، والمرتبة الثامنة عربيا، تيجي المرتبة الثامنة عربيا بعد مجموعة من الدول الشقيقة كالإمارات، المملكة العربية السعودية، قطر، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، وتونس. هاد الترتيب الإخوان كيف تشوفوا العالمي الدولي ديال 129، يعني ماشي شي ترتيب مزيان ولا شي ترتيب مشرف، ترتيب يعني شيء ما متأخر، ولكن رغم ذلك تيعطيك الإمكانية، تيعطيك الفرصة، تيمنح لك انك تمشي لواحد عدد كبير ديال 69 دوله بدون الحصول على تاشيره او بالحصول على تاشيره في اي مكان. ملي توصل لديك البلاصه اللي بغيتي تمشي لها انت، ديك الدوله تعطوك تيختموا لك التاشيره في المطار. هاد الدول الاخوان اللي هي 69 دوله تتقسم لثلاثه ديال الفئات. الفئه الاولى هي مجموعه من الدول تتمنح لك الامكانيه ديال الدخول لها مباشره، تجيب الباسبور، تذكره، تتنزل في المطار تيختموا لك السلام عليكم مرحبا بك تفضل عندنا. كاين واحد الفئه الثانيه الاخوان اللي هما تيطلبوا لك الاي فيزا، يعني تاشيره الكترونيه قبل ما توجه لهم، قبل ما تمشي لهذ الدول هادو تيطلبوا لك تحصل على التاشيره الالكترونيه عن طريق الكمبيوتر او الهاتف ديالك، طريقه بسيطه، الامور يعني ماشي معقده، تي في ظرف وجيز تيجيك الرد ديالك ديال هذيك التاشيره ديالك، او تي اقصى حد تيوصل 72 ساعه. هذه الفئه الثانيه. الفئه الثالثه الاخوان هي واحد المجموعه ديال الدول اللي تتقول لك فعلا ما كاينش فيزا باش تقطع وتمشي، ما تيطلبوا لكش فيزا، ولكن كيف توصل للمطار لعين المكان قبل ما تدخل لديك الدوله في الجمارك ديال المطار ديالها، تيختموا لك التاشيره بعد طرح واحد الاسئله عليك، تيشوفوا فين غادي الوجهه ديالك اش جاي دير هادي، تيختموا لك الفيزا وتدخل تفضل، تيحددوا لك المده اللي غادي تقعد فيها في هذيك البلد. هاد الترتيب الاخوان، مجموعه ديال الاخوان غادي يقول لك واه الترتيب 129 69 دوله، غادي تكون كلها دول متخلفه ولا كلها دول اقتصاديا ولا حتى صناعيا وراء المغرب. لا الاخوان، هذا هو الغلط اللي كاين. كاين في هاد الترتيب ديال 69 دوله كاينين دول اللي تعتبر قوه اقتصاديه، قوه صناعيه على الصعيد العالمي، الصعيد الدولي يحسب لها الف حساب، وغادي يلقاهم في الفئه الاولى، يعني في دوك الدول اللي يمكن المواطن المغربي يدخل لهم مباشره بس بتذكيرة وجواز السفر. هاد الدول على سبيل التكرار، الله على سبيل الحصر، غادي يلقاو هونغ كونغ، غادي يلقاو كوريا الجنوبية، غادي يلقاو اندونيسيا، غادي يلقاو ماليزيا، غادي يلقاو تركيا الشقيقة، غادي يلقاو يعني مجموعة كبيرة من الدول الإفريقية الأخرى. غادي نخليو لكم كيف صندوق الوصف الإخوان اللائحة الكاملة والتصنيف ديالها حسب الفئات، ثلاث فئات، غادي نديرو لكم التصنيف والدول كاملة هنا باش نجردوا لكم بعض الامثله، لانه كاين دول يعني قويه يمكن لك تدخل لها بجواز السفر المغربي. الفئه الثانيه الاخوه، الفئه الثانيه اللي قلنا هما ديك الدول اللي تقول لك ما كاينش تاشيره، ما توجبش عليك تاشيره قبل، عندك الحق تجي لهذه الدوله عن طريق تقديم على التاشيره الالكترونيه اي فيزا. هاد الدول هادو اللي الطريقه كيف قلنا بسيطه، تقدمها من الدار ديالك عن طريق الكمبيوتر او الهاتف وتحصل عليها. تلقاو مجموعه من الدول، من بين هاد الدول عندنا واحد نديرو واحد اربعه ديال الامثله، عندنا مثلا اذربيجان، عندنا مثلا قطر، عندنا مثلا كوبا، وعندنا جزر سيشل. هاد الدول هادو كاين دول اخرى كيف قلنا غادي تلقاهم في صندوق الوصف، تطلب منك تقدم على ديك الفيزا الالكترونيه اي فيزا قبل ما توصل، قبل ما تغادر وتوجه لهاد الوجهه ديالك، تتحصل عليها وتيكسا عندك الحق تسافر. الفئه الثالثه اللي هي ما تحتاج لا فيزا لا والو، التذكره والباسبور
تتجه تاخذ الفيزا في اي مكان كي توصل لهم في المطار ديالهم تيختموا لك الفيزا. كاينه مجموعه من الدول، من بين هذه الدول عندنا اغلبيه تكون هذه دول سياحيه وجزر، كاين المالديف، كاين جزر الموريشيوس، كاين مجموعه ديال الدول اخرى اللي غادي نخليوها في صندوق الوصف. اذا الاخوان كيف شفتوا يعني جواز السفر المغربي عنده بعض الوجهات اللي لها قيمه ويحسب لها الف حساب. هذا هو السر الاخوان اللي قلت لكم في الاول ديال الفيديو علاش حبيت ندير هذا الموضوع على جواز السفر المغربي كنصيحه للشباب المغربي والشابات المغاربه على ديك الطريقه اللي تيلجؤوا لها باش تتبقى لهم هي الامل، تتبان لهم هما بان هي الامل الوحيد باش يغادروا المغرب، لانه ما لقاوش فيه الفرص الحياه ديالهم، ما لقاوش فيه تحقيق الذات، ما لقاوش فيه تحقيق الاحلام والنجاح ديالهم، رغم انه فيهم شباب عندهم كفاءات وكفؤات وعندهم يعني قدرات كبيره، ولكن ما لقاوش الاذن الصاغيه اللي تعطيهم الفرصه باش يحققوا ذاتهم. تيلقاو الحل الوحيد هو انه خصهم يخرجوا، خصهم يحرقوا. هذا الاخوان ماشي حل، انه فعلا باش تحقق ذاتك الا ما كيف تنقولوا بالعاميه تبدل العتبه، ولكن الطريقه الشكل هو اللي انا ما متفقش معاه، لانه تتبقى مساله حياه او موت، مساله مجازفه بحياتك، وحياتك غاليه، حياتك كنز عندها قيمه كبيره باش تقبض وترمي راسك في البحر، هذاك انتحار الاخوان. كاين حلول اخرى بهذه الطريقه هذه اللي كيف شفنا اليوم، كاين طرق اخرى. حاول الانسان يفكر يستثمر في نفسه بدل ما ترميها في البحر، استثمر فيها بشيء ما بالقليل، وتلقى ربما تلقى الضاله ديالك، ربما تلقى حلول في بعض هذه الدول هذو اللي صرفنا لكم الاخوان. بهذا وصلنا لنهايه ديال الفيديو، نتمنوا يكون فيه بعض الفوائد ولو بسيطه. نتمنى لكم امسيه طيبه، افطار شهي، والسلام عليكم ورحمه الله.